عسلامش نحويلكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله باش نقدم لكم حلو بنين على الاخر، يتقرمش وهشوش مشتهي الحق. اليوم باش نقدم لكم ليميني محينشات، دونك حلو سهل برشا، نجمو تقدموهم مع قهيوه والا كويس تاي في السهرات الرمضانيه والا في العشويه والا حتى في المناسبات الخاصه ولا المناسبات العائليه. دونك ما شاء الله يعملوا 66 كيف. اليوم قدمتهم طريقة صغيرة، ان شاء الله يا ربي جربوهم ويعجبوكم. فيديو اليوم مهم برشا، فيه برشا نصائح، دونك خليكم معايا لاخر الفيديو خاطر فما برشا نصائح مهمة يلزمكم ما تراتيوهاش. دونك واليوم زادة جبت معايا زوز حويتات نحبهم برشا برشا، قررنا باش نشتركوا مع بعضنا ونودوكم بحلوياتنا البنينة. قناة ديوا سويت ناس عملت لنا الكنافة البلورية الحمراء وهي سبيسياليتي سيريان، دونك ويعملوها لتراك زادة عملتهن باللوز والفستق والجوز زادة. دونك شوفوا هك الرتبة والفيانة، حويجة اللهم صلي على النبي ما شاء الله. ديوا سويت ناس قناتها متنوعة بين الملح والحلو، حويجات احترافيين وبنين على الاخر. كيف كيف عندي زادة قناة ايس كورنر عملت لنا المدموجة التونسية الزمنية تعمل 66 كيف رتبة وفيانة ما شاء الله. ديوا وآية قنواتهم الزوز ياسر مزيانين برا، وشوفوهم اكيد ما كمش باش تندموا، واشتركوا في قنواتهم وفعلوا الجرس. دونك وكل عادة كان عندكم اي سؤال ما تنسوش باش تكتبولي في الكومنتارات وتشجعونا برشا جامد. دونك امشي واشتركوا في قنواتنا، اضغطوا على كل سبسكرايب ولا سابوني ولا اشتراك هذه الكلمة اللي بالاحمر، وما تنسيو زادا كيف كيف باش تضغطوا على الجرس. قناة ديوا سويتنس وايس كورنر زوز حويتات صدقوني اللهم صلي على النبي. دونك يلا نمشي ونبداو المكونات، نقول لكم مكونات تاع الريسيت نتاعنا لليوم. المكونات اللي هما عندي لهنا 200 غرام لوز ابيض ومقشر، عندي لهنا زادا كيف كيف 200 غرام فستق، نجمو تعملو 100 غرام خاطر مكنتش نستعملوهم 200 غرام كل، و 200 غرام بوفريوات، نجمو تعملو 150 غرام بوفريوة و 200 غرام و 250 غرام بوفريوة و 150 غرام، يعني تنجمو تعملو كمية البوفريوة أكثر من اللوز، نتوما لكم حرية الإختيار. عندي 150 غرام زبدة و 100 غرام سكر محور، والملصوقة هذيك سبيسيال صمصة. نجمو تعملو المنسوقة العادية الدائرية، دونك النوعين هذوك مزوز مزيانين على الاخر، جربتهم وبراتيك على الاخر في الخدمة. دونك المكونات متاعنا لليوم كيف ما شفتو سهلين وبساط، الحكمة كلها في طريقة الخدمة. اول حاجة باش نعملوها باش نحطو الزبدة تغلي على نار هادية حتى لين تولي ريحتها بنينة، ونتخلصو تدريجيا من الحليب اللي موجود فيها. ومن بعد باش ناخذوا كميه اللوز اللي عندنا وكميه البوفريوه اللي عندنا، في بعض الدول البوفريوه زدا كيف كيف يسميوها البندق. دونك الزوز بيض مقشرين، يعني نجمو تعملوهم بالقشره كيما تنجمو تعملوهم بيض بالشكل هذا. بالنسبه ليا خيرت اني نعملهم بدون قشره. دونك اول حاجه باش نبدا نرحي في البوفريوه، باش نرحي البوفريوه متاعي حتى لين تقر زيتها، والا ترحي بالعكس اللوز لين يقر زيته والبوفريوه ترحيها بودر. المهم وحده فيهم ترحيها لين تقر زيتها، كوسوسوا البوفريوه او اللوز. لهنا اخترت اني نرحي البوفريوه بودر، وباش نرحي اللوز لين تحصل على بات داموند كيف ما تشوفوا بالشكل هذا، بات طريه وخفيفه دو بريفيرونس زاده كيف كيف ترحيوها وهي سخونه باش تعطيكم ريزلتا مزيانه. دونك باش نحطوا كل شيء في ريسيبيون وباش نخلطوا مع بعضه. دونك هنا عندي 200 غرام لوز وال 200 غرام بوفريوه بعد ما حمرتهم في الفرن ورحيتهم، اللوز رحيتو بات والبوفريوه رحيتها بودر. تنجمو تهرشوها اما ما ننصحكمش خاطر يقطع لكم ورقه الملصوقه اذا كانت تهرشوها. ملاحظه تنجمو تنقصوا في الحلاوه كيما تنجمو تزيدوها. هنا حطيت 100 غرام كانت الكميه كافيه. وباش نكمل نلم البات متاعي حتى لين تحصل على بات تتشكل كيما نقولوا احنا بالتونسي عبود، باش نكمل نلمها بالزبده المغليه. نعملو زبده مغليه وما نعملوش مارغرين، المارغرين ما تصبرش وفي ساعه تفسد لنا الحلو نتاعنا، اون بلوس معناها المذاق نتاعها مختلف على مذاق الزبده. شوفوا لهنا القوام اللي تحصلت عليه، قوام النجم ونشكلوها يعني القيمات.
دونك هذوما القوالب اللي باش نعمل فيهم لي ميني محنشات. هما لي ميني محنشات عندهم قوالب يكونوا دي بتيت سيركل. بالنسبه ليا ما عنديش القوالب هذوكما المدورين، نستعمل في القوالب هذوكما متاع عش البلبل. ان شاء الله تنخليكم رابط الوصفه في صندوق الوصف. دونك على فكره صندوق الوصف تتلقاو فيه رابط قناه ديوا سويتنس ورابط قناه ايس كورنر. ما تبخلونيش، امشيو اشتركوا في قنواتهم وفعلوا الجرس خاطر كنيز هاك البنيات. دونك لهنا خذيت المسوقه الصمصه نتاعي باش نقصها ديريكتومون على البلان دو ترافاي. لهنا بالنسبه للقصان تنخليكم الديامتر بالضبط قداش. دونك قصيت يمكن مقدار نتاع 4 صوابع كيف ما تشوفوا القصه كيفاش. المهم ما يعمل لي لفتين. دونك هنا ما تنجموش تعملوا في النص، زدت شويه على النص. دونك خذوا الملصوقه ووفيو شويه على النص. لي كروات الاخرين باش نعمل بيهم عش البلبل، وهذوما باش نستعملهم لفهم مليح بطبيعه كونتاكتو فيلم، فيلم وكونتاكتو شنو باش ما يدخلهمش الهواء وكيكا يشيحوا لكم الورقات نتاعكم ويفسدوا تولي ما عادش تنجموا تخدموا بهم. دونك لهنا باش نحي تو هاك البابيي اللي موجود ما بيناتهم، ولهنا باش نعمل باش نشكل العجينه اللي عملتها نتاع البفريوه واللوز. قيس الكعبوره الواحده 9 غرامات بالنسبه لي، عندي الملعقه القياس هذيك ديما نقيس بها وبراتيك على الاخر في الخدمه. باش ندهن وريقات الملصوقه، مهم برشا ان ندهنوهم باش يطوعونا في الخدمه اكثر. اذا كنتم طوعتكم من غير ما تدهنوهم بالزبده لا باس في ذلك، يعني تجمو تخدموا من غير ما تدهنوهم بالزبده. دونك هنا باش نعمل معكم كعبتين وباش نوريكم كيفاش نشكلوها. نشكلو نطرحو ناخذو 9 غرامات نتاع البات اللي حضرناها نتاع الفاكهه، وباش نبداو نطويو ونعملو هكاك دو بلي ادمي، ومن بعد تالي باش نبداو نروليوها ونوسعو بالنا حتى تجينا لفه مزيانه ومقديه. خساره ما جاوش عندي لي سيركل اللي الشكل الدائري، عندي كان لي سيركل شكل كاري، لكن حتى الشكل الكاري قضاو يعني خدموا خدمتهم وعطوني ريزلتا مزيانه على الاخر. شوفوا ديجا كيفاش كبستهم لي سيركل والا لي كاري، هذوكما مهمين على الاخر الجوانيت هذوكما باش يشدوا لكم كعيبات الميني محنشه وما يخرجوش يعني على الفورمه اللي حطيناها فيهم. دونك نشكل زاده كيف كيف، ما يلزمكمش تاخذوا كميه يعني اكثر من 9 غرامات اذا كانكم باش تعملوا باش تستعملوا القوالب هذه. اما اذا كان عندكم القوالب المدوره سبيسيال نتاع الميني محنشات بطبيعه تنجموا تعملوا 10 والا حتى 11 غرام وتزيدوا في طول كعبه الماسوقه. بطبيعه نتوما في البراتيك تنجموا تعرفوا بالضبط بالضبط كيفاش وقداش طول في عرض تنجموا تستعملوا الكعبه الماسوقه. هذاك علاش ما نعطيتكمش بالسنتيمتر بالضبط باش ما تقعدوش مقيدين باللي خدمت بيه. دونك نكملوا نشكلوا كعيبات الميني محنشه الكل. لهنا ما شاء الله الكميه هذه طلعت لي الخير والبركه. دونك هذوما الرميه الاولى في الفور، ومن بعد تالي زدت عملت رميه ثانيه. بطبيعه تدخلوهم على فور سخون من قبل على درجه حراره 160 درجه، يطيبوا لمده درجين ولا ربع ساعه، المهم حتى لين تلاحظوا انه اللون نتاعهم ولا ذهبي. وتو باش نحضر معاكم الشحور. الشحور ولا القطر اساسا يتكون من 2 كيلو سكر، 500 مليلتر من الماء، ونزيدو نحطوهم على النار. نزيدوهم حتى شيء بطبيعة، لهنا نسيت ما صبيتش الماء من الاول. صبوا الماء من الاول ومن بعد تالي صبوا عليه السكر. دونك 500 مليلتر ماء نصبوا عليهم 2 كيلو سكر ونحطوهم على النار. اول ما نلاحظوا انه السكر نتاعنا ذاب باش نزيدو عليه ملعقه ربع كوب هو الحقيقه من الجليكوز. راكم ديما تتسائلوا وتسالوني ديجا نجمو نستغناو على الجليكوز ولا لا. الجليكوز تنجمو تستغناو عليه، لكن الدور نتاعو مهم على خاطره هو يحافظ على اللمعه نتاع الحلويات، يخلي الحلويات ديما تلمع ومزيانه وشبابه. دونك ربع كوب من الجليكوز وربع كوب من عصير الحامض والعصير القارص، دونك ما يعادل 2 ملاعق كبار مليانين. دونك نخلي الشحور متاعي يطيب على نار متوسطه حتى لين يطيب ونتحصلوا على سوفت بول. وقت اللي نتحصلوا اذا كان ما عندكمش ترمومتر، سينو كان تحبوا بالترمومتر عندي فيديو مفصل على الشحور اللي بالترمومتر. تحصلوا على سوفت بول ومن بعد تحطوا عليها فنجان متاع عطر شيا. كان لاحظتوا مهم جدا انكم في ديجا في البات متاع الفاكهه ما تضيفوش حتى سوائل باش تحافظوا الماكسيموم على القرمشه متاع المعسلات هذوما اللي يجيو بورق الملصوقه. دونك
نشحروا كعبات اليميني محنشة، ومن بعد تالي نعملوهم في الفستق بالشكل هذا. يكونوا يعني مستحسن يكون الفستق مرحي على الاخر، بالنسبه لينا نحبه يكون هكا كونكاسي ومهروش مش مرحي على الاخر، خاطر زاده كيف كيف ما نحبوش يقر زيته، خاطر الفستق هذا لونه اخضر ومزيان، دونك في الريحه تحسوا في سعي يسيب الزيت نتاعو. المهم هذوما كعبات الميني محنشه، تنجموا تزينوهم كسوسوا بالدونتيل والا تحطوهم في الكاساتات. بالنسبه لي الكاساتات اللي استعملتهم رقم 5، إذا كان عندكم القوالب أكبر سي نورمال تنجموا تزيدوا، يعني تعملوا رقم 6 أو تعملوا رقم 7، انتوما والكاليبر ولا والدياميتر متاع كعبة الميني محنشة. إن شاء الله يا ربي ما نكون نسيت حتى معلومة. مثالش كان عندكم أي تساؤلات ولا أي سؤال باش تسألهولي، أي تساؤلات ولا أي سؤال خلولي في الكومنتات، وما تنساوش باش تشجعوني برشا جامات وتبارتاجيو الفيديو هذا مع حبيبكم وأصحابكم باش تعمل فايدة على الناس الكل. دونك وما تنساوش زادة كيف كيف باش تضيفوني على الباج انستغرام زادة كيف كيف أي سكورنر وديوا سويتنيس، عندهم زادة كيف كيف انستغرام وينصتوا فيه أكثر من اليوتيوب بصراحة. إن شاء الله يا ربي تضيفونا على الانستغرام، وتوما بقالي كام شو نقولكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، ونشوفكم إن شاء الله يا ربي في فيديو جديد. بسلامة.